شفتولكم أمريكي لابس عقال، لو سويدية لابسة عباية، لو فرنسي لابس الغطرة وبإيده سبحة ويسبح جو برج إيفل. أنا دا أحكي على دخول الثقافات الأخرى على مجتمعنا، ومنها مودة الملابس علينا كعراقيين وتأثرنا الكبير بيها. أنا مو ضد التطور ولا ضد التجدد ومواكبة كل ما هو جديد، بس يا بناتنا نزل الجينز قلنا أوكي تمام يمشي، نزل الليجينز قلنا ماشي نلبس فوقها تيشيرت طويل وتمشي الأمور. الجينز هالنوبة صار مشقق، قلنا ماشي نبطن البنطرون وتمشي الأمور. أما الشباب فهلا هلا بالبناطير المشققة، وتكرمون الحذاء بدون جواريب والبناطير التسعينيات والبدي الحصر وغيرها وغيرها. يا بنات ترى مو كل شي نشوفه يرهم لنا ويعجب الشباب، ولا كل شي يا شباب نشوفه نقلده على مود تصير شاب قتال. لبسنا يدل على أصلنا وثقافتنا، فخلونا نعتز بثقافتنا وأصلنا قدام الناس.